معروف. شوف كوميز هو عارف يعني، تعرف ما يقول لك قليل الحركة كثير البركة. ترى لو تلاحظ جوميز في المباراة ترى ما يركض واجد ولا هو متعب عمره، بس هو يعرف متى يروح للمكان اللي المفروض تخلص. وبعدين مو بس تخلص، في ميزة في جوميز انه ما في فلسفة، ما عنده فلسفة عند الباب، يعني اقصر طريق للشبكة راح يسجل منه على طول. جمالية الهدف، شكل الهدف حلو مو حلو، موضوع ثاني، خلص الحين وما يتفلسف. يعني لو تجي تستعرض كل أهداف جوميز حتلاقي 50 إلى 60% منها من لمسة واحدة.